بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. I've seen شيطان. أنا ظبطت تايمر القنبلة هتنفجر كمان 10 دقايق وحطيناها في علبة من عند الحلواني كتبنا عليها حلاوة الإيمان. Only Muslims follow their book. Not true. So they're the last religion. لما بدخل الأجزخة هنا ألاقي الشاب اللي قاعد في الصيدلي بيقرأ قرآن. باب أولى ما بيقراش لي في كتاب عن الدواء، مرجع عن الدواء. أمك أنت مالك؟ أنت مال شكلك؟ وأنت مال أهلك؟ أنت مالك أنت؟ You can go to Qatar. You can fall asleep with $1 million on your lap in the middle of the street. Nothing's going to happen to you. Saudi Arabia as well. You can go to Saudi, nothing will happen to you. You can go to Dubai, UAE. It's so safe. Yeah. Wow. Before some Western girl comes in here and runs her mouth, the Islamic women are happier than any thought you're going to see in the club tonight. They're very true. They're happy. Did you marry some chick you meet in the club in Miami? Like, you'd be a fool. Like, I won't. بتظهر الممثلة وهي بتخلع ملابسها وتبقى مودرن. ما المقصود بالذكورية والنسوية؟ احنا اللي هنربيهم وهنربيكم انتوا كمان. انتم مين؟ I talk to atheists now and I say to them, then why are you alive? What are you living for? Misogynist. ذكوري او عدائي للمرأة او كاره للمرأة. اهلا بكم في فيديو جديد، ممتنة جدا جدا لدعمكم للقناة. الفيديو اللي فات وصل لأكثر من 20,000 لايك، عاوزين نوصل حلقة النهاردة للعالم كله. أندرو تيت أشهر شاب في العالم كله وبطل العالم في الكيك بوكسينج، ما حقيقة عدائه للنسوية واحتقاره للنساء؟ وهل هناك فعلا من يتعمد تشويه صورته؟ لماذا تم القبض على أندرو تيت؟ وما حقيقة تهديده بالقتل إذا لم يسكت؟ وما الذي دفع أندرو تيت لأن يعلن إسلامه؟ Because as I said earlier, you were the number one subject searched on Google ahead of Donald Trump. طب ليه بعد ما أصبح أشهر شخص في العالم كله يتم منعه من جميع وسائل السوشيال ميديا؟ وما السر وراء حبس أندرو تيت وتهديده بالقتل؟ اسمحوا لي أقول لكم على حاجة، الناس زهقت من الكذب والخداع والنفاق ونفسها تسمع حد بيتكلم بدون لف ولا دوران، بدون أقنعة وتزييف للحقيقة. الناس أصبحت بتشك في كل حاجة من كتر الغش والكذب اللي موجودين في العالم. الزنا يمارس تحت اسم المساكنة، الدعوة للشرك والكفر بالله في بلاد المسلمين تتم تحت مسمى الطاقة واليوجا والوعي والتأمل، حتى احتلال الدول العربية والأفريقية ونهب ثرواتها كان بيتم تحت مسمى الاستعمار. تخيل قد ايه العبث بعقول الناس، بدل كلمة الحرب يقول لك استعمار، والناس ممكن تصدق برضو عادي. حتى بيوت الدعارة في أوروبا زمان كانوا بيسموها بيوت التسامح. إذا سمعت أو شفت أندرو تيت سواء تتفق أو تختلف معه، هتشعر بالصدق في كلامه وإنه بيعبر عن رأيه بمنتهى الشجاعة. أندرو تيت كان مسيحي أرثوذكسي ثم ألحد. I guess I'm an Orthodox Christian. I was an atheist for a long time. وبيعترف أندرو تيت أشهر شخص في العالم كله إن في الوقت اللي الشخص الملحد يزعم إنه حر، يعني لا يعبد إله، لكنه في الحقيقة يصير عبد للشيطان. الشخص الملحد يصير عبد للشيطان. When I speak to atheists, they go, I don't believe in God, but they're just believing in the wrong things. They're believing in degeneracy and they're believing in the work of the devil. So humans always need something to believe in. لاحظت أندرو تيت هو بيقول humans always need something to believe in، يعني الإنسان دايما بفطرته بيحتاج للعبادة، فإذا لم تعبد الله ستعبد غير الله. هتلاقي اللي بيعبد الشيطان واللي بيعبد إنسان زي بوذا أو حتى اللي بيعبد البقر. ده واحد بيعبد البقرة بيسجد عند حافرها، ده البقرة ناقص تقول له أنا لسه عاملة حمام على فكرة جوه، أنا لسه ده أنا كل أملي في الحياة بس حزمة برسيم. أندرو تيت الملحد وأشهر شخص في العالم عنده الشجاعة إنه يعترف إن غالبية مشاكل العالم اليوم بسبب البعد عن الدين. If you remove God from society completely, if you click your fingers and he's gone, and in most of the world where there's religion, and if you completely remove religion from earth, you'll see the devil appear pretty quickly. You'll see crime, you'll see rape, you'll see murder, you'll see theft. And then you'll understand that God is a real force. وبالرغم من شهرته الواسعة وإنه من أغنياء العالم، لكنه كره الحياة في المجتمعات الإلحادية، وكأنه بيقول للشباب العربي اللي نفسه يهاجر للغرب، أنتم مش عارفين النعمة اللي أنتم فيها. And the reason I am now so absolutely certain that God is real is because I've seen evil. I've seen Shaitan.
I've seen it. When you see enough evil, you realize that there must be an equal and opposite force. And there are people out there in the world today doing the work of the devil, genuine demons, who are trying to destroy the baseline morality that's inside of all of us. أندرو تيت أشهر شاب في العالم وبطل العالم في الكيك بوكسينج معجب جدا بعزة الإسلام والمسلمين. I have a massive respect for Islam because they have principles which they refuse to bend on. And we live in a world now where every single principle is being constantly bent and broken. Or I like to see a mental model which is rigid. Yeah. There's nothing left rigid anymore. The law isn't rigid. Christianity isn't rigid. Like the only thing you can sit there and say they will not bend or they will not break is Islam. So I have absolute respect for them. ولثقة أندرو كبيرة في أن الإسلام هو الدين الحق بيقول لو هراهن على دين هراهن على الإسلام. If you have a problem with feminism, Islam will fix it. If you have a problem with your wife not obeying you, Islam will fix it. Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. Yeah. The problems we're discussing on this show, Islam fixes all of them, right? That's the first thing about Islam. And I'm not a Muslim, right? If I had to choose a religion, if I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. وللأسف نجد البعض ممن يسمونهم نجوم الفن بيسخروا من الدين الإسلامي. هم يا أخي توفيق، هم، هم. تالله قادم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك بلبس الفسقه ده زيهم؟ ها انا لبست زي ما قلت لي بالظبط ولبست زيهم بالظبط. انا ظبطت تايمر القنبله هتنفجر كمان 10 دقايق وحطيناها في علبه من عند الحلواني كتبنا عليها حلاوه الايمان. المشهد ده فيه طعن صريح واهانه صريحه لسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفي الوقت اللي بيعترف فيه بطل العالم أندرو تيت الملحد ان المسلمين هم الوحيدين في العالم كله اللي بيتمسكوا بكتابهم القران الكريم وتعاليمه. Only Muslims follow their book. No, true, no, true. Yeah, so they're the last religion. للأسف نجد في بلادنا المخنوق واللي مش طايق يشوف واحد بيقرا القران. لما بدخل الزخينة الاقي الشاب اللي قاعد في الصيدلي بيقرا قران، بابي اولى ما بيقراش لي في كتاب عن الدواء، مرجع عن الدواء. امك انت مالك؟ انت مال شكلك؟ وانت مال اهلك؟ انت مالك انت؟ الراجل ابو حماله وصل لسقف الرساله، يمشي بقى ورا كل واحد فينا ويقول له يقرا ايه ويقرا امتى. أندرو تيت بيكشف الوجه الحقيقي القبيح لقادة ورؤساء الغرب اللي بيرفضوا تعدد الزوجات وفي الوقت نفسه يلجأوا للحرام في السر. If you look at rich men in the West, especially a political, someone who works in politics, they're only allowed by society and by Christian law to have one woman. And they have this one woman and they're not satisfied with her. So what do they end up doing? They end up looking for secrets. They want to do things that nobody's going to know about. أندرو شايف إن هذا الانحلال الأخلاقي لقادة الغرب هو السبب في تفكك الأسرة، ولذلك تجد أكثر الأطفال في الغرب مولودين خارج إطار الزواج. كان من الواضح جدا إعجاب أندرو تيت الشديد بالإسلام لما كان ملحد، وكان معجب جدا إن المسلم هو الوحيد في العالم الذي لا يقبل أن يسخر أحد من دينه أو من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. I can walk through London with a t-shirt saying Jesus is gay and nothing will happen to me. If I did the same thing with the Islamic prophet, I'd be dead before I got to the end of the street. Boom. That's how much they believe and respect. And I respect people who stick up for what they believe in. Yeah. It's not even about me believing in it. I respect them because they believe and they will defend. Muslims are the only people who will defend their religion. They will defend their beliefs. They refuse to be mocked. Mm-hmm. They refuse to be insulted. And I respect that about them. تعالوا نشوف أندرو بيقول إيه عن الدول العربية ونعمة الأمن والأمان اللي إحنا مش مقدرينها أو مش حاسين بيها ونفسنا نسافر للغرب. Some of the best countries in the world today are the first world Muslim nations. Yeah. Qatar, you can go to Qatar, you can fall asleep with $1 million on your lap in the middle of the street. Nothing's going to happen to you. Saudi Arabia as well. You can go to Saudi, nothing will happen to you. You can go to Dubai, UAE, nothing's going to happen to you. They leave their cars parked with the keys inside. It's so safe. Yeah. Wow. Yeah. It's so safe. وفي الوقت اللي اتهم فيه أندرو تيت بكراهيته للمرأة في الغرب لدرجة وصفوه إنه عدو المرأة، لكنك تجده يحترم المرأة المسلمة ويصفها إنها السبب وراء صلاح الأسرة والمجتمع. Islam keeps society in the role where women obey their man. Women have children, women have big families, women are exceptionally happy to do so. Yes. Before some Western girl comes in here and runs her mouth, the Islamic women are happier than any thought you're going to see in the club tonight. They're very true. They're happy. Society is functioning.
Their population is growing because in most Western countries the population is declining. Yep. وفي الوقت اللي بيقول فيه البعض إن المرأة في الإسلام مسكينة أشهر شخصية في العالم بيأكد لنا إن المرأة المسلمة أكثر سعادة من أي امرأة في العالم وإن السعادة الحقيقية للمرأة هي إحساسها بالأمومة ووجود رجل مسؤول عنها. ولولا هجرة الأسر العربية للغرب لانقرضت هذه الدول وانهارت. ولا يخفي أندرو تيت انبهاره بالزوجة المسلمة التي تطيع زوجها وترتدي ملابس محتشمة. I think if you were to ask any man if he'd want an Islamic wife, a wife who complies, who's not going to cheat, who behaves herself, who dresses modestly, maybe not even completely, you know, full burqa, but dresses modestly, behaves appropriately, shows respect, would you marry some chick you meet in the club in Miami? Like you'd be a fool. Like, I won't, you know, so it's very hard to find a humble woman who's modest, who wants to have many, many children for a man she obeys and respects in the Western world. في الكلام ده قاله قبل إسلامه. بص في العالم لم يجد على الفطرة إلا الأمة الإسلامية. وللأسف نجد البعض في بلدنا عايزين المرأة تبقى سلعة رخيصة ويسخروا من حجاب المرأة وتظهر الممثلة وهي بتخلع ملابسها وتبقى مودرن، لكن لما تلبس نفس الممثلة الحجاب تظهر بالشكل ده وتبقى متخلفة. أشهر شخص في العالم ومن أغنى شباب العالم يعطي درس للي بيبيعوا دينهم مقابل الدولارات ويقول إنه لن يجد أحد السعادة في متع الدنيا وشهواتها مهما كانت، وسيظل الإنسان تايه إلى أن يجد غاية عظمى لحياته وهي رضا الله طبعا. I think a lot of the Western women act so degenerate trying to find happiness. And they can't find it, right? And they think, oh, maybe a new man's happiness, maybe drinking alcohol is happiness, maybe taking drugs is happiness. And if you don't ever find a higher purpose, you're just going to degenerate in a spiral downward. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. أندرو تيت بيكشف لنا أن هناك من يتحكم بالعالم ويعمل لك غسيل مخ ويحولك لعبد ليهم ما بتفكرش. I'm against this whole idea of liberalism and tolerance as a whole because one, it's hypocritical because these people are not liberal and tolerant. The people who are talking about liberalism and tolerance, they want us all to look different but think the same. If you think differently, then you're instantly a bad guy, right? They love the idea of someone looking different so they can pretend they're diverse and tolerant, but they want you to say the same things and believe the same things. Yeah, as soon as you step outside of their pre-approved script, instantly they're no longer tolerant and they're no longer interested in diversity of thought. So the first thing, it's very hypocritical. يعني التسامح اللي مصدعنا به ليس تسامح بالمعنى الحقيقي، لكن التسامح عندهم أن تتقبل الحرام، خليك easy peasy، يموتوا فيك رجولتك وغيرتك على دينك وأهلك، وانسى بقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت مسمى التسامح. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تعالوا نشوف كلام أندرو تيت عن النسوية واتهامه بالذكورية، بس قبل ما نسمع رأي أندرو خلوني أسألكم سؤال، ما المقصود بالذكورية والنسوية؟ أولاً، إذا كانت النسوية هي التمركز حول المرأة وإعطائها كل الحقوق، فأيضاً الذكورية هي التمركز حول الرجل وإعطائه كل الحقوق. وإذا تمركز الرجل حول نفسه واهتماماته، فلن يلتزم بالالتزامات والقيود الدينية والمجتمعية، وهتكون المرأة هي الضحية للأسف. فمثلاً، أول قيد على الرجل هو الزواج، فلو الراجل عاش حياته زي بتوع المساكنة بدون زواج ولا مهر ولا التزام بالنفقة على المرأة، يا ترى مين اللي هيتظلم؟ طبعا المرأة. تاني قيد على الرجل هو الأطفال، زي ما بيقولوا ما يربط الرجال إلا العيال. إذا دعم الرجل إجهاض المرأة وقتل أطفالها في الرحم، مين الخسران؟ المرأة طبعا. ثالث قيد على الرجل هو إن الرجل ملزم بأن ينفق ويصرف على مراته. إذا تشجيع المرأة للخروج من بيتها والعمل، وده أحيانا بيكون ضروري فعلا، لكن مين اللي هيتعب جوه البيت وبره البيت؟ مش ملاحظين حاجة؟ مش ملاحظين إن كل اللي وصفته ده هو نفسه الفكر النسوي؟ خدعوك فقالوا الذكورية، والصحيح هو القوامة، قوامة الرجل على المرأة. القوامة تعني أن رب الأسرة راعي ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن أهل بيته وعياله. للأسف الهدف من النسوية هو تقليب المرأة على الرجل وانتفاخ المرأة على الرجل بهدف خراب الأسرة وهدمها.
Absolutely. I'm a proponent of traditional family from the Islamic point of view, that we're born with an innate good and an innate understanding. Yeah. I think that women innately, maybe the world has convinced them otherwise, but from my experiences, the only thing that satisfies them is becoming a mother. Absolutely. And nothing else is going to fill that hole in your heart. No amount of Sex in the City, Starbucks, makeup, Instagram likes, career, all this crap. There's a reason you are sad. And the reason you are sad is because you should have been a mother 8 years ago. Mm-hmm. And this is why you feel miserable inside. And this is something that females are born innately with, and society is trying to convince it out of them. And that's why you have so much confusion in the world today. And like you said, this is why they ended up being less happy after this liberation than they were before. أندرو تيت بيكشف لنا أن الليبرالية والعلمانية والنظام العالمي هي اللي بتزرع فكرة النسوية لإقناع المرأة وإبعادها عن دورها الحقيقي للأسرة. ولكن ما السر وراء حرصهم على نشر النسوية ودعمها وتقليب المرأة على الرجل؟ The reason that they push feminism so hard, a lot of people understand, is so they could double the tax bracket. They wanted women to work so they could double the taxes. Mm. But I think the other reason they did it that a lot of people don't consider is that in the modern world, in the world you live in today, in the West, you don't raise your children and you don't own your children. They wanted the woman at work because if the woman's at home, she likely agrees with the worldviews of her man. And that means the children are being raised by the mother and they're likely to adopt those worldviews. In the modern world where they convince a woman to get a job, the man to get a job, they inflate the currency so nobody can exist any other way because it's too expensive. The parents are out working all day. The school and the internet and the matrix raise your children. كلام في منتهى الخطورة. يعني الموضوع ليس له علاقة بحقوق المرأة وحرية المرأة والكلام ده كله. الموضوع له علاقة بسببين. السبب الأول هو جمع الضرائب، لأن كل ما زادت العمالة يعني عمالة المرأة زادت الضرائب. والسبب الثاني وهو الأخطر هو تعمد انشغال الأم وإخراجها من بيتها للعمل، وكده كده الأب كمان مشغول برا البيت. إذن مش أنت ولا أنتي اللي هتربوا عيالكم ولا هيكون لكم سيطرة عليهم أساسا زي ما بيعمل السوسيال في السويد. كده بيعيطوا عليكم وبيضربوكم. أنا بيضربوا الأولاد كده لو ليك كمان. وأكل بطعموكم ولا ما بطعموكم؟ بطعمونا بس ما بيحاكل. يعني شيخ خنزير وحكي. جامعة السويد أخذوني من عيلتي يا أبوي. حرموني أشوفه، حرموني أقل له. كل يوم انا ما بقدر انام دول ابويا امي انا ما ابي اديتي ما بيخلوني انام ما بيخلوني اشوفه ماما هيدي وجعت نزميني وجعت مين طب مين اللي هيربي عيالي احنا اللي هنربيهم وهنربيكم انتوا كمان انتوا مين احنا الاعلام ونتفليكس والماتريكس احنا النظام الليبرالي العلماني احنا اتباع الشيطان طب والاب والام انت هتفضلوا دايما مشغولين وبتجروا ورا لقمه العيش واللي هيحاول يخرج بره بعيد عن الخطه المرسومه هيتم حبسه زي ما حصل مع أندرو تيت تعالوا نشوف أندرو تيت وهو بيكشف عن وجود منظمة تتعمد إخفاء الحقيقة عشان ما تشوفش إلا اللي هم عايزينك تشوفه وما تقتنعش إلا باللي هم عايزينك تقتنع بيه. This is why I talk about the Matrix all the time in my videos. Yeah. And I try and explain that we are living in a false version of reality. We're living in a computer-generated simulation because the computers, which is the social media companies, are generating a version of reality which simply isn't true by deleting one entire side of the argument, by purporting facts, which happen to be false, by deleting information which happens to be true, by making sure the algorithms choose what information you see and what you don't see. So we're living inside of a very false version of reality. زي ما احنا شايفين لو حد ما كان أندرو تيت كان قال أنا مالي أنا راجل غني ومشهور وعايش حياتي باشا لكن الحقيقة أندرو مختلف وصادق في كلامه وبيكشف عن خطة التحكم في العالم وتوجيه الناس وبرمجة عقولهم ولو ما بعتش نفسك ليهم فانت خطر عليهم يجب التخلص منك ويهددوك بالقتل. If you're monumentally popular and you have a huge proportion of the youth and a large contingent of the population which are interested in your words and you haven't sold your soul to the agenda, then they see okay, he's a large counteraction to our methods and what we're trying to do here, so he has to go. So I think also you can be the victim of your own success in the Western world. إذا لم تبع روحك للأجندة فأنت خطر عليهم.
When your ideas are tested and challenged, you have to find a way to rebut and prove your ideas to be true. The reason their ideas aren't tested is because of censorship. If you argue against these ideas, they delete the other side of the argument, which means we now live in a false version of reality because one side of the argument is completely decimated and deleted. Hence, the computers purport the Matrix, and this is exactly where we are. If we could freely talk and argue against these points, they'd be gone. But we can't, which is why they still exist, which is why false ideas, which should have been destroyed long ago, are now pertinent amongst the population because of the Matrix and their media machine. مافيا بتتحكم في العالم وبتحدد مين يتكلم وفي ناس ممنوع تتكلم. اسكت خالص وما تفتحش بقك. نشوف ازاي أندرو تيت بيوصف خطر الرجولة أو الذكورة على الماتريكس. والمقصود بالماتريكس القوى العليا التي تتحكم في العالم وتسيطر عليه لحماية مصالحهم الخاصة. By reducing masculinity as a whole, you're reducing the warriors of society. They don't want people to stand up and say, no, we stand for these values and we will not let you corrupt our children this way. So they have to try and attack masculinity at its core, get you to the point where you're like, well, maybe it's good if I'm tolerant and they let and they poison everybody. وبالرغم من انغماس أندرو في الملذات ومتع الدنيا، لكن تتعجب لما تسمعه بيتكلم عن الشهوات. One guy I was talking to since my conversion says it's interesting that somebody with everything, all the Western world, everything somebody could want has now converted. And I said, yeah, because even before my conversion, I understood that hedonism is a black hole and you can never fill it. You're never going to be able to have enough girls to be happy with girls. You're never going to be able to have enough money to be happy with money. You're never going to be able to, you know, drink enough to be happy with drinking. Like, it's a black hole, and you can pour endless things down it, but you'll never fill it up, and you need to have some degree of self-restraint. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ. وبعد كشف أندرو تيت لفساد الأفكار النسوية وخطورة الليبرالية والعلمانية، قام الإعلام بتشويه صورة أندرو وتكرار تصريحين له، تصريحين اثنين فقط. التصريح الأول قال فيه إن المرأة ملك للرجل واتهم بإنه بيحتقر المرأة. Do you think women are the property of men? No. The point I was making. Why have you said they are? Because I made a religious point. I said that when a man marries a woman, the woman's father walks her down the aisle and hands her away to the man. Traditionally, this is what it says in the Bible. On that point, I think my sister is her husband's property. She took his last name. She married him. She wanted to join his family. She has said it herself. Right. So she she's still a sovereign individual. She's absolutely not a sovereign individual. But property means that the husband owns your sister. Listen, my friend, if we want to argue about this, we need to go back to the Bible, to the Quran. You need to argue with religious people. أما التصريح الثاني لأندرو فكان بيتكلم فيه عن البنت اللي بتسهر وتسكر مع شاب ويغتصبها، وبيقول إنها بتتحمل جزء من هذا الخطأ، وبيدعو الناس لعدم التظاهر ضد الرجل لأن المرأة تتحمل جزء من هذا الخطأ في الحالة دي طبعاً. This is what I was trying to say. I was trying to say you need to, women need to protect themselves and bear some responsibility to make sure they don't put themselves in situations where bad things can happen to them easily. No. Andrew said rape's fine. Andrew said it's women's fault. I didn't say that. I really didn't say that. It's completely insane. Do you think you're a misogynist? Absolutely not. What is your view of women? I'm a realist. What is your real view of women? I absolutely not really love women. I adore women. I have good relationships with women. Not a single woman has come up to me on the street since I've been canceled. Not a single one has said anything negative. Every single one of them has said positive things. You're a traditional male. I wish more men were like you. You understand your masculine roles. You understand what you're supposed to do. You understand you're supposed to protect women. You're exactly the kind of man I'd be looking for. I've never had a negative interaction with a female ever. طب بالله عليكم، ده معادي للمرأة؟ أندرو تيت لا يسخر من المرأة بصفة عامة، ولكنه لا يعجبه سلوك المرأة في الغرب اللي بتخرج وتسهر وتسخر. أندرو كان بيدير حوار بين مجموعتين، مجموعة من النسوية ومجموعة من الشباب المسلم. I wasn't talking about myself even. I was explaining. I was talking with a Muslim guy who was on the panel, and he was explaining how youth is very valued in most parts of the world, and why virginity is valued in most parts of the world. The feminists were arguing against it, and I was sitting there actually very much like you, a mediator between the two, explaining why in most of the world still today, perhaps not in the Western world, virginity is coveted, youth is coveted in most of the world and throughout all of human history. The conversation has been misunderstood. They've taken a clip of it, and it's been weaponized and used against me. I understand that is because I am now the most famous Google person on the planet. تعالوا نشوف ما هو الهدف من الحياة عند أشهر شخصية في العالم كله وبطل العالم في الكيك بوكسينج، ورسالة أندرو تيت لكل الشباب قبل أن يعلن إسلامه. When you take religion or faith as a whole out of the world, there's very little left but just degeneracy, hedonism, corruption on every level. And then what's your life purpose, right? What are you trying to do? Okay,
you're trying to have a bunch of kids, maybe that's probably the most noble thing you could do. But if you're going to do that without any kind of religious framework to install in them, without any kind of faith for them to grow up under, then who are they going to become? Are they just going to become people who consume Netflix and new slaves to the New World Order? Is that what you want? It's like you remove faith and remove religion from your life. There's nothing else out here. What are you going to do? Drink Starbucks every day and get rich to buy a new iPad? Like, is that going to satisfy you? It's kind of crazy to me. And this is coming from someone who was an atheist. And I talk to atheists now and I say to them, why are you alive? What are you living for? Why are you alive? What are you living for? البطل أندرو تيت بيوجه كلامه للملاحدة وبيسألهم انتوا عايشين ليه؟ ما الهدف من وجودكم في الحياة؟ وكان طبيعي جدا بعد احترام أندرو للمسلمين والمرأة المسلمة وللإسلام وانتقاده للإلحاد والعلمانية والليبرالية انه يختار الإسلام. It's become more and more obvious to me and more pertinent that Islam is the last religion on the planet. I feel like there's no other religion. People say to me, why did you convert? And I said, I don't really feel it as a convert. وأخيرا وصلنا لسؤال حلقة اليوم وأرجو كتابة رأيكم في التعليقات. ما رأيك في أندرو تيت؟ رقم واحد، ذكوري بيحب الظهور والشهرة وكاره للمرأة. رقم اثنين، فاضي وبيتسلى وما عندوش هدف في الحياة. رقم ثلاثة، صادق مع نفسه ومع الناس فشرح الله صدره للإسلام. من فضلكم ما تنسوش مشاركة الحلقة على فيسبوك وتويتر وعمل لايك لو عجبكم الفيديو، ولو تقدروا تدعموا القناة ماديا من خلال ميزة الانتساب أو جوين أو ميزة شكرا أو ثانكس، ما تنسوش الاشتراك في القناة الاحتياطية والرابط هيكون موجود في أول تعليق أسفل الفيديو إن شاء الله. ودلوقتي تعالوا نتعرف على أهم الكلمات والمصطلحات الإنجليزية المتعلقة بموضوع الحلقة. أندرو، كلمة أندرو معناها man، رجل، يعني strong، قوي، brave أو courageous، يعني شجاع، and warrior، محارب. feminism، النسوية. feminist، نسوي. misogyny، الذكورية أو كراهية المرأة. misogynist، ذكوري أو عدائي للمرأة أو كاره للمرأة. guardianship، القوامة. secularism، العلمانية. في الحقيقة النطق العربي الصحيح لها هو العالمانية وليس العلمانية، ولكن للتسهيل بنقول العلمانية. secular، علماني. secular advocates، دعاة العلمانية. liberalism، الليبرالية. liberal، ليبرالي. innate disposition أو فطرة، الفطرة. atheist، ملحد. atheism، الإلحاد. slavery، عبودية. slave، عبد. polygamy، تعدد الزوجات. عكسها monogamy. abominations، الفواحش. moral degeneracy، انحلال أخلاقي. moral degeneracy. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أرجو تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة. ما تنسوش لايك شير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.